ما شاء الله ما شاء الله نفى الحبيب ابوه يزيد 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 حبيبي حبيبي يا زينة يا زينة حبيبي انت حبيبي آه. الله لا يبارك في السجن ولا يبارك في السلف ولا في الديون حبيبي انت تعبت يا مناحي تعبت ماني قادر اتحمل العيال يبي لهم تربية يبي لهم مكتة يبي لهم رعاية وانا ما عندي تخيل هالبزر اللي عندك يحتاج 4 رضعات كم تعطي رضعتين بس عشان أوفر والحفايض ماني قادر أشتريهم له طيب اطلبي من عمة دليل ما راح تقصر معكم دليل المسكينة تبي تساعدنا لكن زوجها الله يصلحه قال لي إذا شفت تساعدتيهم مرة ثانية راح أطلقك الله يسامحك يا سلمان يمنع أخت أنها تساعد أخوها لا حول ولا قوة إلا بالله يا ناس تساعدني في دين أنا ما انسجنت في مخدرات ولا في قتل ولا في شيء يخل بالشرع في دين دين يا ناس دليل الحين محتار ترضي زوجها ولا ترضي ولاد أخوها المحتاجين اصبري يا مزنة اصبري كلها كم شهر واطلع إن شاء الله صاحب البيت جاني يبي الأجار وأنا ما عندي شو أسوي وين أروح مع البزرين طيب يا مزنة روح الجمعية الخيرية ولا روح الجمعية تراحم الجمعية أعطوني زيت وتراحم أعطوني أجار 3 شهور وأنا وين أروح مع هالبزارين الحين وراعي البيت كل يوم يقول لي يبي الأجار مال البيت كامل ممكن ترد علي؟ منا يا ناس انا احبه عاشق ومغرم بقى منا 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 يا ناس انا احبه يا ناس انا احبه هلا هلا يبا هلا يبا هلا يبا خلص شغل هالسيارة يلا همش ودني ودني الحراج وانا وديك الحراج والسيارة خربانة ما تشتغل شو ما تشتغل ما تشتغل هباك اخذين مني فلوس عشان تصلحها يابا ما أخذ منك فلوس صلحتها بس المشكلة شلون صلحت أنا جدت المراتب وما صلحتها خربت وهذا ما في فلوس إذا تبي تركب وتحلل التنجيد أركب ما عندك مشكلة وبعدين راح أركب لموزين أسمع عاد لو أنك رايد تغسل وجهك مثل ما تغسل السيارة سان أبرك لك إيه يعني فهم كلامك يبقى أنه يعني حط على وجه السوق يبقى عشان توقف رموش يصير وجهي يلمع ها هاي هاي أبو تحيب يا منا 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 يا ناس أنا أحبه مغرم وعاشق فيه يا ناس أنا أحبه مغرم وعاشق فيه